القمر الى ان من الله علينا وتوصلنا الى هذا اللقاء الذي جمع ابناء القبائل في هذه السورة المسلمة. والهدف من هذا اللقاء هو الوحدة ووحدة الصف وجمع الكلمة وأن تكون على قلب رجل واحد وهدف واحد لكي يكون لأبناء القبائل كيان داخل هذا البلد ويكون لنا تحقيق لوحدتنا وليس تفرقنا. فعندما قامت الثورة المباركة ثورة 25 يناير بدأنا نفكر كيف نستفيد نحن أبناء القبائل ونحن عددا لا يستهان به يقرب من 20 مليون مواطن. فعندما نؤثر او نتفق على اختيار الرئيس القادم ان شاء الله يكون لنا الكلمه العليا والصوت القوي الذي يعمل له السكرتير في المستقبل القريب. ويجب ان نوحد اختيارنا لرئيس الجمهوريه القادم لكي يكون لنا راي في هذا البلد ونكون لوبي يعمل له الكتاب في الحسابات الانتخابيه. ولن نقل الى هذا الا بوحده الصف وجمع الكلمه على رجل واحد ورئيس واحد نحن ابناء القبائل. وليس هذا بكثير علينا ان نكون راي حر في هذا البلد وتكون لنا كلمه تسمع. ولن نحقق ذلك الا بوحدتنا. وعلى كل فرد من هذا الجمع عندما يعود الى بلده او قريه او نجح عليه ان يختار نحو الوحده. نعم يا المصور واهداف ويجلبهم الى وحده الصف يوم الانتخابات وينتظر معنا رايا اللجنه المقرره للمؤتمر عما تسفر عنه ان شاء الله في الرابع من يوم القادم ان شاء الله. احنا ان شاء الله نقول احنا المؤتمر يوم 4 مايو موافق يوم جمعة سوف يكون هناك مؤتمر ونعلن فيه من هو مرشح القبائل العربية عندما تصادق على الرؤية في هذا البلد. وسوف نعد مؤتمر آخر في بداية شهر مايو القادم قبل الانتخابات ب20 يوم ونعلن للجميع من هو المرشح الذي سوف يسانده ابناء القبائل ويكون على الملا. ومن هنا دعوهم المهمه وهم من كل فرد ان يرجعوا من حول من ابناء القبائل لكي يلتقطوا من هو سوف تختاره في بدايه شهر مايو ان شاء الله. هذا ولكم جزيل الشكر والاحسان والتوكل على الله الذي له النعمة والمنة. شكرا شيخ سلمان. والان مع كلمة الدكتور عبد العظيم نجم احد المرشحين المحتمل وكفل الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا نلتقي هذا اللقاء. ويصلح حالك. الله يعرف. بارك الله فيك يا حسن. الله ينور عليك يا عم الشيخ. بدون الفند ولا من الوداع. سوف نستاذنكم قيمة واحدة.